ينتظر الدياني أي ثغرة بين القرقوري ومتعت مصطفى، وتأتي له التمريرة. برافو، يسجل ديانيه الهدف الثاني. أي ثغرة، وجاءت الثغرة وتقدم الريان بهدف ثاني من ديانيه. أعطوه الفرصة وربع الفرصة، سجل منها ديانيه. كنا نقول بأنه ينتظر الثغرة، حصل عليها بالفعل وسجل هدفا في مرمى قطر. يا سلام عليك، ما يبغى لها شيء، انا والمرمى بجيب جول. اداء حلو، ثلاثه اهداف حتى الان. شوف عاد لكره ديانيه وللهدف الثاني. قال قبل هذه المباراه ارحموني من الاشاعات ولن انتقل ما دمت متعاقدا مع الريان. واستطيع ان اقول ايضا بانه اليوم رد على الاداء الضعيف الذي قدمه وقدمه في مباراة الفريقين الماضية.